تعرض مراسل تلفزيوني في الإكوادور للحظة مرعبة بعدما هدده لص بالسلاح لسرقة هاتفه بينما كان في بث مباشر أمام الكاميرا. وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن دييغو أوردينولا المراسل الرياضي لدرايك تيفي كان في بث مباشر من خارج ملعب مونومنتال في مدينة غوياكيل قبل أن يفاجئه لص بمسدس في يده. وشارك المراسل لقطات من الهجوم على حسابه في تويتر يوم 12 فبراير وعلق عليه بالقول: لا يمكننا حتى العمل في هدوء. حدث هذا في الساعة الواحدة ظهرا. وفي مقطع الفيديو يظهر اللص واضعا كمامته على وجهه ويشهر المسدس في وجه المراسل والمصور ويقول: هاتفك، أعطيني هاتفك. بعدها انتزع اللص الهاتف من المصور ولاذ بالفرار على متن دراجة نارية كانت في انتظاره. وتعهدت الشرطة الإكوادورية بمعرفة هوية السارق وتعقبه من أجل اعتقاله. Давай, давай, давай.